أحيانا لا هو حرام لا هو مكروه، لكن ترك أحسن. الأنبياء أيضا لا يتركون الأولى. طبعا أكو بعض العلماء أو كثير منهم يقولون إن ما نسب إلى الأنبياء من أفعال هذه ترك للأولى، لكن بعض الآخر يقولون لا، حتى لم تكن ترك للأولى، وإنما كانت النواهي إرشادية. النهي الإرشادي يعني شنو؟ يعني مثلا والد يجي يشوف ابنه يطالع، الأب يسر بمطالعة ابنه، يدري أن هذا ابنه بالمطالعة والدراسة راح يكون إلى مستقبل زاهر، راح يكون من العلماء، من الأطباء المرموقين، من المهندسين المرموقين. لكن الأب عنده حالة شفقة بالنسبة إلى أبنائه، يقول له أنه أنت باللي الأسرع نام، لأنه إذا ما نمت أسرع راح تصاب شوية بنحول بضعف مثلا. هل هذا نهي لأن العمل فيه مفسدة؟ لا، الأب أصلا يسر بذلك بأن ابنه ده يطالع، وإنما شفقة له، يقول له أنه كثرة المطالعة راح تصيبك بنحول. الله سبحانه وتعالى عندما مثلا نهى آدم عن أكل الشجرة، هذا النهي عن أكل الشجرة مو نهي تحريم، لأنه بالجنة أصلا ماكو تكليف ولا نهي كراهة، الجنة ما بها تكليف أصلا، سواء الجنة اللي قبل هذا العالم أو الجنة اللي الإنسان بعدين راح يروح لها إن شاء الله المؤمن يذهب إليها، لا تكليف فيها. فشنو الله يقول له لا تأكل من هذه الشجرة؟ الله بيّن له، قال له أنه هذه الجنة البقاء فيها براحة ورفاه، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، هذه الجنة فيها راحة لك، إذا أنت تريد هاي الراحة تستمر لا تأكل من هذه الشجرة، لكن لا، إذا أردت أن تنتقل إلى دار الدنيا إذا أكلت من هذه الشجرة بعد ما يصير تبقى بهاي الجنة، لازم تروح إلى دار الدنيا. دار الدنيا فيها شمس، فيها تعب، فيها نصب، فيها زحمة، فيها مرض، فيها مشاكل، أنت كيفك تريد تبقى هنا لكن بدون أكل الأكل من هذه الشجرة، تريد تروح للدنيا تأكل من هذه الشجرة بس تروح للدنيا. فنهيه نهي إرشاد، مثل الطبيب المريض يراجع يقول له هذا الدواء موجود، إذا أنت أكلت من هذا الدواء شربت منه خلال يوم راح تطيب من مرضك، ترجع إلى حالتك العادية، إذا لم تشرب من هذا الدواء لم تأكل منه مرضك راح يستمر أسبوع، أنت أسبوع لازم تنام بالبيت. كلام الطبيب هذا فيه أمر فيه نهي؟ لا، وإنما هو إرشاد. الله سبحانه وتعالى حينما قال لآدم لا تأكل من هذه الشجرة، هذا مو نهي تكليف حتى نقول حرام حتى نقول مكروه، لا، نهي إرشاد أن الأكل من هذه الشجرة يكون نتيجة أنه أنت تنتقل للدنيا وتعب الدنيا ونصبها. فلذلك آدم عليه الصلاة والسلام حينما اختار أن يأكل من الشجرة اختار وهو يدرك أن الله قال له إنما بعد أكل هذه الشجرة التعب. حتى الشيطان عندما إجا، لأن الشيطان ما يريد راحة آدم، يدري آدم لا يعصي الله سبحانه وتعالى في الأوامر المولوية، ما كانت أوامر مولوية، وإنما أراد إلقاء آدم في التعب. لذا في سورة الأعراف ماذا يقول الشيطان لآدم؟ ما نهاكما، يعني أنت آدم وحواء، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة
إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. قال له مو مشكلة، أنت أكل من هذه الشجرة راح تنتقل إلى الدنيا، فيها زحمة، فيها نصب، فيها تعب، فيها شمس، فيها عطش، لكن في المقابل تكون من الملائكة، تكون خالد. هكذا كان كلام الشيطان. فإذا آدم عليه الصلاة والسلام لم يكن عصيانه عصيانا لأمر مولوي، وإنما كان الأمر إرشاديا شفقة عليه. فلما خالف لم يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، مثل ما واحد الطبيب قال له لا تأكل من هذا الطعام، إذا أكلت راح مرضك يوم يستمر. قال له لا تأكل، لكن هذا لا تأكل يعني حرام؟ لا مو حرام، وإنما شفقة له حتى أسرع يطيب.